السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بمتعلمي سنة أولى إعدادي بمؤسسة السلام الدراسية في مادة التاريخ لنتمم الجزء الثاني من درس الحضارة الإسلامية نماذج من الإنتاج الفكري. إذا حددنا خلال الحصة السابقة مفهوم الحضارة الإسلامية وأيضا مراكز الإشاع الفكري في البلاد الإسلامية، ثم عوامل اهتمام المسلمين بالمجال العلمي وتطويره. اليوم إن شاء الله سنحاول أن نتعرف على أنواع العلوم في خلال العصر العباسي والمجالات التي برع فيها العرب بصفة عامة. نأخذ الوثيقة رقم 1 صفحة 58. إذا نحدد نوع وموضوع الوثيقة. إذا هو جدول لأهم العلوم في العصر العباسي. عندما نتحدث عن العصر العباسي هذا لا يعني بأن خلال العهد الدولة الأموية والخلفاء الراشدون وخلال منذ ظهور الإسلام على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يكون هناك مجالات علمية، فقط أن الازدهار أو تطور هذا المجال وصل أبهى وأعلى مرحلة من التطور خلال العصر العباسي. إذا نذكر أو نسمي العلوم التي ازدهرت في العصر العباسي من خلال جدول لدينا: علوم الدين، علوم اللسانيات، الآداب العربية، العلوم الوضعية. إذا هناك بعض المصطلحات التي تحتاج إلى شرح في هذه العلوم. مثلا الثانية من بين هذه العلوم الموجودة في الجدول العلوم اللسانية. إذا علم اللسانية بمعنى علم مخارج الأصوات، علم مخارج الأصوات. مثلا عندما نقول حرف اللام، حرف اللام. إذا عدنا لعلم اللسانيات لمعرفة مخارج الأصوات حرف اللام، نجد بأننا نستعمل اللسان ثم ما بين الأسنان اللام، واللثة أيضا، اللثة أيضا نستعملها في مخرج هذا الحرف. إذا في الدراسات العليا وخاصة تخصص لغة عربية يدرسون علوم اللسانيات أو علم مخارج الأصوات. لدينا أيضا مصطلح العلوم الوضعية، هو رابع علم من العلوم المذكورة في الجدول أو أخيرها. العلوم الوضعية بمعنى العلم الذي وضعه الإنسان، ويخص بالذكر علم المنطق والعقل مثل الرياضيات أو الطب أو الصيدلة أو الكيمياء إلى غير ذلك. هي علوم تحتاج إلى تفسير وتحليل من المنطق والعقل. نعود للجدول الآن. بالنسبة لعلوم الدين نجد مثلا بداخل هذا العلم يوجد تفسير القرآن والشخصية التاريخية المعروفة في هذا المجال الطبري الذي قام بتدوين تفسير القرآن الكريم انطلاقا من السنة. أكيد علم الحديث، علم الحديث، الحديث الصحيح بالدرجة الأولى، كل من مالك بن أنس، البخاري، مسلم، ترمذي إلى غير ذلك. درستم ذلك في التربية الإسلامية. عندما يكون الحديث صحيح فيكون لهؤلاء الأربعة فقط: مالك بن أنس، البخاري، مسلم، والترمذي. ما تبقى من الأحاديث تكون إما ضعيفة، حديث ضعيف أو حديث إلى غير ذلك، عن طريق الشخصية التي قامت بإيصال هذا الحديث من الرسول عليه الصلاة والسلام. هناك علم الفقه، ويقصد بها أئمة المذاهب الأربعة. في الديانة الإسلامية لدينا أربع مذاهب. مثلا لدينا الشافعي، المذهب الشافعي، المذهب الحنبلي، المذهب الحنفي، والمذهب المالكي. هذا
له علاقة بالتربية الإسلامية. لدينا أيضا ما يسمى بعلم الكلام، وعلم الكلام يقصد به الفرق الإسلامية. والفرق الإسلامية كنا قد رأيناها في درس الخلفاء الراشدون، لدينا السنة، لدينا الشيعة، لدينا المعتزلة، ولدينا الخوارج أيضا. إذن هذه علوم الدين التي ظهرت خلال أو ازدهرت عفوا خلال العصر العباسي منذ عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنها ازدهرت خلال العهد العباسي. ننتقل الآن للثانية اللي هي العلوم اللسانية، بمعنى نجد مثلا علم النحو والصرف، وشخصية تاريخية معروفة في هذا المجال ما يسمى بسيبويه. عندنا أيضا علم اللغة، مثلا الخليل بن أحمد الفراهيدي. ننتقل الآن للآداب العربية. الآداب العربية وأنتم تدرسونها في مادة اللغة العربية، لدينا الرواية، لدينا الشعر، لدينا النثر، لدينا أيضا في المادة التابعة لي التاريخ والجغرافيا. وكل نوع من هذه من هذا العلم اللي هو الآداب العربية برزت شخصيات تاريخية معروفة في هذا المجال، مثلا الرواية الأصمعي، حماد الراوية، هذو أسماء لشخصيات عرفوا في هذا المجال. النثر ابن المقفع والجاحظ، الشعر ابن الرومي أبو تمام البحتري، والتاريخ والجغرافيا كالبلادوري اليعقوبي ابن عبد الحكم والإدريسي إلى غير ذلك. بالنسبة للعلوم الوضعية، الرياضيات والفلك كالخوارزمي وابن الهيثم، الطب والصيدلة كالرازي وابن سينا وما سويه، والكيمياء جابر بن حيان والرازي أيضا. إذن هذه أبرز العلوم التي ظهرت أو ازدهرت خلال العصر العباسي. إذن ندخل دفتر الدروس، نكتب ثانيا كبيرة بالأحمر: يعتبر العصر العباسي أزهى عصور الحضارة الإسلامية. أولا صغيرة بالأخضر: أنواع العلوم في العهد العباسي. نكتب بالأزرق: إذن برز مفكرون وأدباء كبار في جميع التخصصات الفكرية والأدبية والعلمية، وهم من أصول مختلفة جمعهم الدين الإسلامي. إذا نرى بأن هناك مجموعة من المفكرين والأدباء، منهم من ينتمي لبلاد فارس، منهم من ينتمي للأتراك، منها من ينتمي لبلاد المشرق، لكن ما يجمع بينهم رغم اختلاف أصولهم هو الدين الإسلامي. إذا نقول برع المسلمون أو أدباء مفكرون مسلمون. نتمم: وأبدع المسلمون في مجالات متنوعة، منها مثلا علوم الدين كالطبري في تفسير القرآن، العلوم الوضعية كابن الهيثم في الفلك والرازي في الطب والخوارزمي في الرياضيات إلى غير ذلك، والعلوم اللسانية كسيبويه في النحو والصرف، وعلم الآداب العربية كالبحتري في الشعر. إذن حاولت أن نأخذ نموذجين عن كل نوع من هذه العلوم التي ازدهرت خلال العصر العباسي. الآن ننتقل إلى التعرف على المجالات التي برع فيها المسلمون أو العرب بصفة عامة. إذا نأخذ الكتاب المدرسي الوثيقة رقم 3 صفحة 59. إذا نقرأ النص: أصبح فن الحساب هذا الركيزة الأساسية لفن الحساب في بلاد الغرب، ولا ننسى علم الجبر الذي يعود الفضل إلى العرب، وفي طليعتهم الخوارزمي في وضعه وجعله علما بكل ما في هذه الكلمة من معنى إلى غير ذلك. إذا لدينا مصطلحات تحتاج إلى شرح، منها الغرب بمعنى أوروبا في السطر الأول، لدينا أيضا في السطر الأول الجبر بمعنى المعادلات إلى غير ذلك، ولدينا مصطلح الخوارزمي وهو عالم رياضي، عالم عربي رياضي. إذن عما تتحدث الوثيقة أو النص؟ تفوق العرب في علمي الحساب والجبر. في الرياضيات نجد الجبر والهندسة. إذن هناك الحساب العادي كعمليات الطرح والجمع والقسمة إلى غير ذلك، لدينا الجبر هو علم خاص بفن أو عفوا علم حل المعادلات إلى غير ذلك، ولدينا أيضا مجال الهندسة. إذن نسمي العالم الذي اشتهر في هذا المجال أو في هذا الميدان إنه الخوارزمي. أكيد إذن الخوارزمي برز في مجال علم الرياضيات. نأخذ الوثيقة رقم 4 صفحة 59، لدينا نص أيضا:
نقرأ: وبعد أن انتشرت تلك الأرقام العربية في إيطاليا، كان عليها أن تعبر جبال الألب إلى أوروبا، ولكن الأرقام الجديدة بدأت تثبت وجودها، ثم دخلت رويدا رويدا إلى سجلات الموظفين والتجار محل الأرقام الرومانية الطويلة التي كانت تشغل صفحات، فالرقم DCCC إلى غير ذلك أصبح يكتب بثلاث أرقام بسيطة وهي 998. إذا لماذا استعمل الأوروبيون الأرقام العربية عوض الأرقام الرومانية؟ إذا لأن الأرقام الرومانية كانت طويلة وتحتاج لعدة صفحات أثناء كتابة رقم ضخم، بينما الأرقام العربية كانت مختصرة. نأخذ الوثيقة رقم 5 صفحة 60 نقرأ: عرفوا الآثار في الأرض والرمل وعرفوا نجوم الاهتداء، لأن كل من كان بالصحاصح حيث لا إمارة ولا هادي مضطرا إلى التماس ما ينجيه ولحاجته إلى الغيث وفراره من الجد، اضطرته الحاجة إلى تعرف شأن الغيث، ولأنه في كل حال يرى السماء وما يجري فيها من كواكب. إذن هناك مصطلحات تحتاج لشرح، منها الاهتداء بمعنى التتبع، الصحاصح، الصحاري، التماس، طلب، الغيث، المطر، والجدب هو الجفاف. إذن ما سبب اهتداء العرب بالنجوم وبالمطر؟ إذن اضطروا لذلك ولحاجتهم للمعرفة. إذن الحاجة تولينا اهتمام لمعرفة الحل أو البحث عن الحل. إذن الوثيقة رقم 4 صفحة 59 تتحدث عن كيفية دخول الأرقام العربية إلى أوروبا، فالفضل يعود للعرب. والوثيقة رقم 5 صفحة 60 تتحدث عن اهتمام العرب بالسماء، بمجال الفلك والجغرافيا إلى غير ذلك. إذن نأخذ الآن دفتر الدروس ونكتب ثانية صغيرة بالأخضر: برع العرب في عدة مجالات علمية. نكتب بالأزرق: تعرف العرب على الشكل الكروي للأرض منذ تاريخ قديم. والنموذج: فالإدريسي أول من رسم خريطة الأرض دائرية، كما اشتهر الأطباء العرب بإجرائهم لعمليات طبية مختلفة وبأدوات متنوعة. لدينا خلال في الكتاب الدراسي الوثيقة رقم 8 أو عفوا الوثيقة 1 صفحة 58 عملية جراحية يجريها طبيب عربي، وأغلب هذه العمليات الجراحية كانت تتم على الجثث بالدرجة الأولى. ولدينا صفحة 59 في الوثيقة رقم 2 أدوات جراحية عربية، فالأدوات تختلف من حيث الشكل ومن حيث الحجم إلى غير ذلك، استعملت في البداية وأغلبها كان من البرونز، بمعنى خليط من النحاس والقصدير لتجنب الأمراض والتعفنات إلى غير ذلك. هذه كأدوات في البداية استعملت في هذه العمليات الجراحية من أجل التعرف على الأشكال الداخلية والأوعية إلى غير ذلك بالنسبة للإنسان. إذن قلنا كما اشتهر الأطباء العرب بإجرائهم العملية الطبية المختلفة بأدوات متنوعة، كما برع العرب أيضا في علم الحساب والجبر والنموذج كالخوارزمي. إذن نكتب خاتمة للدرس: بفضل مجهودات المسلمين في عدة مجالات تم إبداء حضارة إسلامية متميزة. إذن إلى هنا ينتهي الجزء الثاني من الدرس، إلى درس مقبل إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.